مع مو النمسا ثاني ثقة الحرب. تحية لكم وبكل تواضيع شرف أن نكون معكم اليوم. إحنا ضيفا لكم انتوما. والفجر ولا قربنا العشاء سمية الفجر. شكرا للفجر اللي استدعاني باش نقول كلمة ماشي غير كلمة وما بزاف ديال الكلمات اللي خصنا نقول، ولكن أنا كنشكرها بزاف، كنشكر الفجر اللي استدعاني باش نقول كلمة. وهذا العمل اللي كان حضرت ليه دابا تفاجئت على ان كاينه واحد كاينين يعني باقى الانسانيه باقي الاحسان وباقي الناس اللي كيتعاونوا مع الناس وساكنين متشردين في الزنقه، وكيداروا اليوم هذه التدفئه اللي سموها التدفئه، هذه اللي سموها تدفئه من اجل حياه كريمه، راه مهمه بزاف. على الاقل دار الانسان كيحس على انه كاينين الناس اللي مستعدين باش يتعاونوا معاهم وباش يردوهم للتدفئه وما يبقاوش مسافرين شاردين في الشارع. فالموضوع اللي جيت على قبله جيت على انني باش يقولوا لي حضر معنا، ولكن ملي جيت لقيت على انه عمل خيري وانا سعيد جدا باش نحضر فيه ونقول فيه الكلمات ديالي ونسعد هاد الناس يعني على الاقل توج عليهم واحد الفتره من الزمان وتعطيهم واحد الوقت من حياتك الفنيه، على الاقل واحد دقيقه ساعه او ساعه الله رب يعني باش تكمل الفرحه ديالهم، حتى حنا نعملوا مجهودنا. وانا سعيد جدا باش نحضر هذا. وكنشكر جمعيه احضن بلادي اللي تقريبا هي اللي كانت السبب انني نحضر في هذه الحفله، وشكرا لكم وسمحوا لي راه الكلمات هكا تناطروا على الدير ما عنديش اسمه ما كنعرفش الانشاء. التواجد ديال الجمال الغيواني الى جانب عدد ديال الفنانه زهراء ديال ثلاثي الفرح، خويا ابو ريان، الهبال، كوميديين اخرين وفنان اخرون، في تضامن كامل مع هاد الناس هادو في بيت التدفئه في مقاطعه الفداء. هاد الناس يعني ضامن الجهود ديال هاد الجمعيه اللي كتشوفوا لتحت كامله باش يوفروا لهم واحد المأوى، واليوم جينا ندخلوا عليهم شويه ديال الفرحه، وكنتمنوا من الله باش يعني تطور هاد الحاله الانسانيه ويعني يكون مزيد من الدعم لهاد الناس هادو. معكم الفنانه ناديه الشعبيه، انا جد فرحانه بزاف حتى تكون جيت حضرت هذا الحفل الخيري واستضافوني ولي الشرف حيت حضرت مع فنانه كبار زهره فرح، عبيد السعيدي، كمال عبدي، تحياتي ليهم. وغادي يكون واحد العمل مع اختي زهره فرح ديو ان شاء الله، ولي الشرف نكون معاها، وتحياتي ليكم وتحيه لجمهور كبير وتبارك الله عليكم. شكرا بزاف لكم نتوما كصحافه بكم باش كيوصل الصوت ديالنا صوت كل فنان مغربي، وشكرا بزاف لانه قمتم بصراحه هي هذه في جميع المواقف اللي كنقدروا نلقاوكم من بين الخير الوباء التشرد دار العجوزه جميع الحفلات كنلقاوكم فيها والخيبه. وكنشكر بزاف احضان الفجر هذا القناه على لي زانترفيو ديالها اللي تتحط وليا الشرف اللي جيت وحضرت في هذا الحفل اللي فيه الفنانه الشابيه زهراء الفرح، صاحبتي واختي وصديقتي، ودارت ليها مفاجاه وشفت معايا ماما وبختي ديالي في هذا الحفل، وانا راه ما نكرهش نلقى ديما هاد الحفلات غالبين على المهرجانات لانه بدينا نديرو الخير بزاف والله العظيم. وحنا اصلا كنبغيو انا الاغلب الاوقات
معكم. معكم فنان عبيد السعيدي ديال الفرنسية، واليوم كنتواجد في بلادي المغرب، وحصل لي شرف انني استدعاني خويا وحبيبي عبد الرحيم بجدية انه يشارك في مقاطعة البسيطة في هذا العمل الخيري مع الناس اللي كيحتاجونا اننا نكونوا عندهم، وهذا شرف ليا، لان احنا ولاد الشعب خصنا نكونوا قراب للناس ونكونوا قراب للشعب. ومشينا باش نغنيو ليهم ونضحكوا معاهم شويه، وبهذه المناسبه عندي اغنيه قريبا ان شاء الله باسم كيفاش ولات المهمه. يعني كنبقاو دائما تنغنيو على الاوف وعلى الاف وعلى الناس الكبار وهكذا، وتوجه تحيه كاع للطاقم اللي صار على هذا الحفل هذا، وهذا تيشرف لي وشكرا. السلام عليكم، معكم الفنانه شاكيره زهره فرح. كنشكر اخبار الفجر على هذه الاستضافه، وراني فرحانه بهذا الحفل اللي كاين اليوم، وانا فرحانه بزاف باش نجي نحيي هذه الفرحه هذا العرس ديال والدينا، وفي العود ديال بواتنا وخوتنا اللي الناس اللي ما عندهمش اللي مشوا غير في السوق ساكن، كنقول لهم الله يحسن العون. ولكن شكرا لهاد الناس اللي داروا هذه المبادره، شكرا عبد الرحيم بن جديه، شكرا الناس اللي واقفين في هذا الخير. وانا كيعجبني هذه المبادره هكا، عيط عليا قلت علاش لا انا نحضر مني من الفنانه، ما كاين حتى شي مشكل. واليوم راني فرحانه باش نجي نحيي هذا الحفل ونفرحوا هاد الناس ونشوفهم معاهم ونبسطوا معاهم وندوز النهار بخير. الله يجعل يحيد علينا هذا الوباء وترجع الافراح كما كانت، وترجع ليا كما كانت، والله ينصر سيدنا، والله يجعل بركه في الشعب المغربي، والله يحفظ لينا بلادنا. وعاش الملك، وتحيه الناس داخل الوطن وخارج الوطن، الجاليه المغربيه من عند زهره فرح، من المغرب حتى الجاليه المغربيه، كنموت عليكم.